سمح سيد، كذلك الأخ ياسر يقول عندي ابني في المدرسة وضرب المعلم وأنا رحت وضربت المعلم. هناك أمران. الأمر الأول، ما أدري إلى متى، يعني الآن إحنا سنين طويلة نتكلم والمراجع قالوا، إلى متى المعلم يتصرف تصرف المجرمين؟ أقول بعض المعلمين يتصرفوا تصرف المجرمين. المعلم مربي، المعلم يعلم، المعلم ليس مجرما وسفاحا ويقول يضرب ابني إلى حد الإغماء. يعني شو مسوي هذا؟ ليش يعني شو مسوي هذا الطفل؟ مأذي ما يخالف، بس مو إلى حد أخبر والديه. فأكو شيء اسمه أن معلمين يحتاجون إلى إعادة تأهيل. إعادة تأهيل يا إخوان، ولا تزعلون علي. المعلمين الآن يعلقون على المقطع أنه السيد يحكي على المعلمين. يا إخوان، معلمينا يحتاجوا إلى تأهيل. كثير منهم غير مؤهلين على أن يكونوا معلمين، لازم يعلموا أنفسهم أولا. ضرب الأولاد ليس حلا بهذا العنف، هذا إجرام وليس تربية. هذه نقطة الأولى. نقطة الثانية، أنت أيها الأب تضرب المعلم أمام الطلبة، هذا ليس صحيحا. هيبة المعلم، شخصية المعلم، هذا ليس صحيح. أنت تشتكي عليه، أخذ ابنك، أخذ تقرير طبي، روح اشتكي عليه بدائرة التربية حتى شنو يعاقبوه. أما الضرب بهذا الشكل، هذا ليس صحيحا، وعلى أي حال ليس أمرا مربيا وليس أمرا مشروعا. على أي حال، لا هذاك على حق ولا أنت على حق، كلاكما مخطئين، المعلم والأب كلاكما مخطئين. نعم.